اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية بيت آمر شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأصيب شاب حين أطلق النار عليه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أغلق جنود الاحتلال مداخل مدينة الخليل وطرقا في المدينة بالمكعبات والسواتر الترابية. وفي الخليل أيضا أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محطة منبر الحرية الإذاعية وحطمت محتوياتها وسلمت العاملين فيها قرارا من أجهزة المخابرات بإغلاقها. وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ومعنا مباشرة عبر الهاتف من قرية سعير قرب الخليل مراسلنا بشار صغير. بشار، ما هي آخر التطورات على الأرض؟ نعم خالد، أحداث ومواجهات كثيرة كالعادة وككل يوم تحدث في الضفة الغربية من أقصاها إلى أقصاها إن صح التعبير. نبدأ من شمالي الضفة الغربية وبالتحديد من حاجز الجلمة في جنين، إذ اعتقل شاب فلسطيني بحجة أنه كان ينوي طعن جنود إسرائيليين هناك. طبعا حسب الرواية الإسرائيلية كان الشاب يمشي باتجاه الحاجز وقبل أن يشتبه جنود الاحتلال به، وحين فتشوه عثروا على عبوة ناسفة محلية الصنع أو بما تسمى الكوع بالإضافة السكين قبل أن يعتقلوه. أيضا شمالي الضفة الغربية وبالتحديد في ضاحية شويكة في طول كرم اندلعت هناك مواجهات خلال مسيرة دعت لها الفصائل الوطنية، قمع جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة والمتظاهرين بالأعير المطاطية وبقنابل الصوت والغاز. المشهد وذاته تكرر أيضا في جنوبي الضفة الغربية، أي كما ذكرت زميلي في قرية بيت أمر في الخليل. ونبقى في الخليل أيضا حيث اقتحمت كما ذكر قوات الاحتلال إذاعة منبر الحرية في الخليل قبل أن تصادر وتحطم محتوياتها بحجة بأن هذه الإذاعة تبث التحريض، إذ طلب أو أمر عدد من الصحفيين العاملين فيها بالتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية ليتم التحقيق معهم. طبعا هذه الحادثة التي اعتبرتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمثابة أدانتها هي واعتبرتها جريمة حرب. شكرا لمراسلنا بشار صغير، كنت معنا من منطقة الخليل.